أبدا. الكتب التي نقرأها في مرحلة الشباب والمراهقة تبقى لاصقة بالوجدان والذاكرة، ونستعيدها دائما برائحة العشق والحنين والعودة. محمد بن منصور، من منا يا ترى يذكر، من منا يا ترى يتذكر هذا الرجل، هذا المثقف، رجل المشروع الثقافي بامتياز؟ من من مثقفينا، من من سلالة الكتب يتذكر الأستاذ محمد بن منصور؟ محمد بن منصور رجل الثقافة الهادئ، مناضل سياسي وثقافي وحضاري من نوع خاص، من نوع نادر جدا. محمد بن منصور مثقف الإجماع والحزم والحسم والرؤية. على مدى 50 سنة من الاستقلال لم تعرف الجزائر مشروعا ثقافيا واحدا ناجحا ومثمرا في باب الكتاب مثل ذلك المشروع الذي قاده الأستاذ محمد بن منصور، وهو على رأس المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية لناج، ألا وهو مشروع سلسلة الأنيس. كثير من الطلاب والباحثين والقراء العاديين حتى الآن يقرؤون كتبا من هذا المشروع ولا يعرفون من كان يقف وراء هذا العمل الذكي التنويري الذي عرفته حضارة الكتاب في الجزائر. تغيرت الأحوال وتغيرت الوجوه وتبدلت المسؤوليات، والمسؤولون تبدلوا في القمة وفي الوسط وفي الأسفل، ولكن سلسلة الأنيس ظلت كما هي، كالفضة الصافية والذهب من العيار العالي، لا لشيء إلا لأن الذي كان وراء مشروع الأنيس كان مثقفا، يعرف ما معنى الثقافة المناضلة، ويعرف ما هو الذي يذهب بالجزائر إلى الأمام. كان يقول: الكتاب والكاتب والكتاب هم طريقنا إلى الأخلاق والاقتصاد والتنوير والتطوير والتقدم. لا يذكر المثقف محمد منصور إلا وذكر معه سلسلة الأنيس، والإنسان بعمله يذكر. بذكاء المايسترو الذي يقف وراءها وضعت سلسلة الأنيس أمام أجيال متلاحقة، عيون الكتب العربية والفرنسية والعالمية. كان الأستاذ محمد بن منصور يقود مؤسسة ليناج من خلال مشروع ثقافي حضاري، لا من خلال إدارة فقط. لذا كل من يذكر هذه المؤسسة يذكر محمد بن منصور، ومن يذكر محمد بن منصور يذكر سلسلة الأنيس. نصحو صباحا فنجد في مكتباتنا وحتى الآن وبأسعار زهيدة الرمزية كتب من صنعوا الحضارة الإنسانية بالعربية وبالفرنسية، كتب علي عبد الرازق والطاهر الحداد وبالزاك ودونتي وألف ليلة وليلة وجبران خليل جبران وجورج زيدان وروسو وديكنز وعلي الدعاجي وغيرهم، كتب للطالب وللعالم وللعامل والأستاذ. جاءت سلسلة الأنيس مشروعا ضد الفقر الفكري، مشروعا لمساندة الفقراء على القراءة وذوي الدخل المحدود. جاءت لإشاعة كتب التنوير والنهضة لمحاربة التعصب والانغلاق. يقال إن الرئيس بومدين حين اغتيل المثقف والمسرحي محمد بودية في حادث تفجير سيارته بباريس من قبل الموساد الإسرائيلي، كان ذلك في 22 جوان 73، طلب يومها من محمد بن منصور الدخول والعودة إلى الجزائر فورا، لأنه كان قد تسرب إليه أن محمد بن منصور هو من سيتم تصفيته بعد محمد بودية. وعاد محمد بن منصور وربحت الجزائر بعودته كثيرا، ويا ليت عودة من يغتالون بطريقة مختلفة أن يعودوا وهم قادرون على قيادة مشاريع شبيهة بمشروع الأنيس لمحمد بن منصور. محمد بن منصور، من منا يا ترى يتذكر هذا الرجل، هذا المثقف، رجل المشروع الثقافي؟ وشعب يقرأ، شعب لا يجوع ولا يستعبد، وإلى جواهر أخرى.